الله هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة جدا. أول حاجة هنعملها هنعمل العجينة. مقادير العجينة: كيلو دقيق عليه رشة ملح، قطعتين خميرة بيرة كل قطعة بحجم عين الجمل أو معلقتين كبار خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هدوب الخميرة والسكر في مية دافية. دي مية دافية استحملها بصباعي عشان ما تموتش الخميرة. قطعتين خميرة بيرة كل قطعة بحجم عين الجمل ومعلقة كبيرة سكر، هدوبهم كويس جدا في المية الدافية. خلاص دوبت الخميرة والسكر في المية الدافية كويس جدا، هغطيهم واسيبهم 5 دقايق لحد ما يتفاعلوا. بعد 5 دقايق الخميرة والسكر تفاعلوا وعملوا فوم أبيض أهو زي ما انتوا شايفين. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب بولة وهنزل كيلو دقيق عليه رشة ملح. أنا حاطة رشة ملح على كيلو الدقيق، وهعجن الخميرة والسكر. بعجن كويس وبلم العجينة بمعلقتين كبار زيت أو نص فنجان زيت. شايفين الجمال؟ هنزل بمعلقتين كبار زيت. بسم الله. وهلم العجينة وهعجنها لمدة 5 دقايق لحد ما تبقى طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي. خلاص عجنت العجينة كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما بقت طرية وناعمة مش بتلزق في ايدي والطبق بقى نضيف. هغطيها بكيس واشيلها في مكان دافي واسيبها تخمر لمدة 2 ساعة. لحد ما العجينة تخمر هنعمل مع بعض حشوة اللحمة المفرومة. مقادير الحشوة: نص كيلو لحمة مفرومة، بصلتين كبار مبشورين ناعم ومعصورين كويس جدا من المية، حزمتين بقدونس مفرومين ناعم، التوابل ملح وفلفل اسود وشطة، معلقة كبيرة من كل حاجة. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق وهنزل بصلتين كبار مبشورين ومعصورين كويس جدا، حزمتين بقدونس مفرومين ناعم، التوابل ملح وفلفل اسود وشطة، معلقة كبيرة من كل حاجة. هقلبهم بإيدي وهنزل عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة. هعجن اللحمة كويس جدا مع البصل والخضرة والتوابل. لازم اعصر البصلة من المية عشان اما اجي احشي العجينة ما تبش في الفرن. خلاص عجنت اللحمة كويس جدا، هشيلها في التلاجة تتشمع لحد ما العجينة تخمر وبعدين هوريكم هنعمل ايه.
بعد ما سبت اللحمة في التلاجة اتشمعت، دلوقتي هقسمها على عدد الأرغفة اللي أنا هعملها. أنا هعمل 12 رغيف، هقسمها 12 كورة. بسم الله، عشان أسهل على نفسي وأنا بفرد العيش. برصهم جنب بعض، الكرة ما تبقاش كبيرة قوي. انا هعمل العيش زي الكاليزوني، الرغيف بقسمه بالنص، مش هحط رغيفين على بعض. هكملها كلها بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلاص قسمت اللحمة ل 12 كورة بحجم البرتقانة البلدي الصغيرة، اهو زي ما انتم شايفين. العجينة بعد ساعتين خمرت وتضاعف حجمها، هطلعها من الكيسة. ههبطها وهخرج الهواء منها. خلاص هبطت العجينة وخرجت الهوا منها، هقسمها لكور صغيرة على رشة من الدقيق. بسم الله، رشة من الدقيق، هقسمها ل 12 كورة. بلم الكورة من تحت كده زي البقجة، وبرصهم على رشة الدقيق. هقسم العجينة كلها وبعدين هوريها لكم. خلاص قسمت العجينة ل 12 كورة، هرش عليهم رشة من الدقيق واغطيهم وابدأ افرد من اول كورة بدأت بيها. هغطيهم عشان ما ينشفوش وهبدأ افرد من اول كورة. بسم الله، هفرد اول كورة بدأت بيها على رشة من الدقيق. حلوة قوي كده، فردتها على الاخر. هحشيها بحشوة اللحمة المفرومة، هحشيها زي الكاليزوني، هقسمها على اتنين يعني الرغيف هطبقه على بعض. حشوة اللحمة بفردها في نص الرغيف، بفردها على الاخر. عشان اعرف اقفل الرغيف في النص بس. حلو قوي كده اهو، هقفل النص كده. وهقفل الرغيف، هضغط بصباعي واقفل. بسم الله، بضغط وبقفل. مفيش اسهل من كده، شايفين الجمال. وبرص الرغيف في صاج مدهون بالزيت. هعمل معاكم واحد كمان، هفرد الرغيف على الاخر.
تمام كده، وهفرد اللحمة في نص الرغيف. في النص بس عشان اعرف اقفل الرغيف. تمام كده وبقفل. بجيب الحرفين على بعض وبضغط وبقفل، بضغط وبقفل. شايفين الجمال؟ وبرص الرغيف في صاج مدهون بالزيت. هعمل معاكم واحد كمان، هفرد الكرة على الآخر كده، وبحشي اللحمة في نص الرغيف، نص الرغيف بس. بفرد اللحمة على الآخر ونص الرغيف التاني بقفل بيه. بفردها على الآخر اهو زي ما انتوا شايفين، بس بسيب الحروف عشان اعرف اقفل. تمام كده، بجيب نص الرغيف على الحشوة وبقفل، بضغط على الحروف وبقفل. شايفين الجمال؟ برصهم في صاج مدهون بالزيت بعيد عن بعض، مش بدخل الفرن على طول، بسيبهم حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. هكمل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلاص خلصت الحواوشي وسبته ارتاح لمدة 10 دقايق. دلوقتي قبل ما ادخله الفرن المفروض ان انا ارش وشه بالمية، بس انا مش هرش وشه، هدهنه بالمية عشان ما ينشفش في الفرن. بسخن الفرن على درجة حرارة 200، هدخل الحواوشي على أعلى درجة حرارة في الفرن. تمام كده، هدخله الفرن وأول ما يخرج من الفرن هوريه لكم. أهو يا حبايب قلبي الحواوشي بعد ما طلع من الفرن، شايفين الجمال والسوا بتاعه مظبوط جدا. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.